خليك اخبرني برك. هاي. سم لا باش نختصروا الكلام. نعم سما انت حبيت تقول لي باللي تسمى الناس ماهيش تخرج من اجل الخروج، يعني تسمى كاينه اشياء هي اللي خلاتها تخرج. بارك الله فيك. متفقين وهذه متفقين. هذا دوك الان الناس اللي حابين يديروا التغيير، الناس اللي حابين يديروا التغيير، من المفروض ما يكونوش على الجهة، ما تكونش الان جاز حوالي شحال اللي جاز 2019، آمين. راهي عامين، هذا الفيفري الجاي هذا يا عامين على الحراك. في هذا العامين ما كانش مجموعة اللي اجتمعت وتفاهمت ودارت نظام يحرك الشعب الجزائري في الاتجاه الصحيح. ما كاش مثلا الناس قائمه 100 واحد ولا 150 ولا 200 واحد على التراب الوطني وعلى الخارج، الناس اللي في الخارج ممثلين، ويكون هناك عامل تنسيق يمشي ماشي مشي الحراك. الحراك الان دار الدور تاعو، هو أن وحد الشعب الجزائري. الشعب الجزائري يحتاج إلى قيادة، تكون هذه القيادة تكون منسجمة لبعضها البعض، وتكون تسير وتمشي بخطوة ثابتة وسليمة باش يكون هناك التغيير. ما كاش تلقى هذا يهضر، بعد الاخر يجي موراه، بعد هذاك يعطي رأيه، الاخر يجي يقول له كذا، وبعد الرايه زوج رايات، وبعد ثلاثه رايات، وبعد هذاك يقول لك انايا لازمني كذا. ماشي شوف، انت من قبيله سمعتك تكلمت على عبان رمضان رحمه الله. عبان رمضان كي جا الانسان، كي جا عبان رمضان 55، لان الانسان كي تقول له 55 هو يظن باللي عبان رمضان كان غايب على الصوره 4 سنين، راه 4 شهور برك. بدات نوفمبر ديسمبر جونفي فيفري، لا فان فيفري دخل هو في السيستم 4 شهور، هو خرج من الحبس في فيفري، لا فان فيفري كان يمضي كل اسبوع يروح عند الكوميساريه يرمضي، هرب لهم، دخل في لا السيستم. لا لا الأخ شريف اصبرني برك خلي نوضح خلي كم النقطة. لا لا نعطيك لا لا الكلمة خلي نعطيك كمل الهضره الكلمة خلي لا لا خلي كمل نعطيك الكلمة روح تفضل. نعطيك الكلمة. أنا دوك مثلا كي جبت مثلا واسمه عبان رمضان، نعم ما جبتوش من أجل الإنقاص من القدر نتاعو أو الطعن في التاريخ نتاعو أو كذا. أنا حبيت نقول للناس هذو، شوف اولا انت راك تعرف ديجا كاينه بعض الاشياء اللي تعرفها درك. هاد الناس اللي راهم درك هما المجموعه هذو نتاع 22 ولا المجموعه نتاع السته، هما واش حبوا يجيو؟ حبوا يجيو بعمل جماعي، نعم حبوا يجيو بعمل جماعي، نعم وقالوا منهم اللي كانوا يقولوا باللي بركاونا من الزعامه لمصالح الحاجه. نعم دوك انت هذا الناس اللي هم جاوا بالمجموعة نتاع 22 والمجموعة نتاع الستة وجاوا بهذا العمل الجماعي وجاوا بهذه الثورة اللي كانت منتشرة في ربوع الوطن، وعطاه وقال مثلا شبه استقلالية للولايات على نعم جال باش هي يكون عندها هامش من المناورة ويكون عندها حرية المبادرة. تجي انت يا ذركا في 2019 ولا 20 و21 تحب انت تحطها عند عبان رمضان؟ نو. لكن نحوسوا احنا على العمل الجماعي، ونحوسوا احنا على جل باش تكون قضية وطنية، حراك شعبي وطني، يا خويا لازمك تكون في هذا المستوى. اش جيت تحط لي انا عبان رمضان؟ وكي نقول لك عبان رمضان صافي با دير باللي غير عبان رمضان، اي انسان واحد اخر، اي شخص واحد اخر. ركز على القضية الوطنية، ركز على العمل الجماعي، واعطي له الأشياء اللي انت تنجحوا به، دير له العوامل نتاع النجاح نتاعو. شوف تزرع في بذور الفرقة، تزرع في بذور الفشل، ومن بعد تجي تقول لي أنا بلي هاد الناس راهم يحوسوا على التفرقة ويحوسوا هادو ناس راسيست. تاك دير فيها. شوف الأخ نور الدين، شوف الأخ نور الدين، شوف شوف النظام تاع 62، أنا أقول شوف النظام 62 اللي خلق في 58 ودار الانقلاب على عبان رمضان، ودار الانقلاب على بن خدة، ودار انقلاب
على الحكومة المؤقتة، وصرات فيها ما صرات المشاكل وكذا، هادوك هما اللي خلقوا عبان رمضان، هما اللي خلقوه، هما اللي عطاو له هاد الشعارات اللي راهم يتكلموا بهم الناس، يقولوا مدنية ماشي عسكرية، ويقولوا سياسي على العسكري. هما اللي خلقوا له هاد المشكل. لماذا؟ لأنهما أخطأوا في التوجه، أخطأوا، حبوا يتهموه بتهمة، وهذيك التهمة شريفة في حد ذاتها، فهما ما كانوش يعرفوا باللي يخلقوا هذه التهمة. ويلحق القرن في 2021 الناس ولا تعرف عباد رمضان، حتى في التلفزيون كما يديروا نقاش على المؤتمر الصمام، دائما يقول لك المؤتمر الصمام راهو دار مشاكل وكذا. بالحقيقة ما دارش مشاكل المؤتمر الصمام، كي جاب عباد رمضان ماهوش هو اللي اقترح المؤتمر الصمام، اللي اقترح المؤتمر ماشي مؤتمر، لقاء. كانوا في الاول كانوا يحوسوا باش يتلاقاو، لان لما فجروا الثوره الجزائريه الجماعه السته قالوا احنا رانا نفجروا الثوره الجزائريه ان شاء الله على 3 شهور او 6 شهور او 9 شهور لابد نتلاقاو باش نديروا الحوصله. الله غالب لما قامت الثوره، هاد من القيادات اللي كانوا في السته كان فيهم اللي ماتوا، كان اللي فيهم ماتوا، وكان اللي فيهم ما قدروش يتصلوا بعضهم بعض. الفكره من عند من جات؟ الفكره جات من عند بن بولعيد رحمه الله. مصطفى بن بولعيد هو اللي اتصل بعبان رمضان وقالوا لابد من اللقاء. هو اللي اتصل به، بعت له رساله قالوا لازم من اللقاء، لابد اننا نتلاقاو. فهمتني؟ لما هما تلاقاو، لما تفهموا، بدا عبان رمضان يتصل بالوفد الخارجي في 55، فهمتني؟ في 55 من ديسمبر 55 وهو يتصل بالاخر ويتصل بالناس ويدير باش يديروا اللقاء. خلي اسمه. لا 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 اخ شريف اسمع، تمد في معلومات تاريخيه. شوف اسمع، هو راه كاين تسجيل بالصوت والصوره. نعم. يتحدث فرحات عباس، نعم، يقول باللي جاليه هو وعمر في ماي 55، راهو تسجيل موجود. والقضيه هذه انا راني تكلمت عليها، القضيه هذه نتاع مؤتمر الصمم، المشكله ماهيش في الفكره. صح يا خضر الدين، خضر الدين اصبرني، اسمح لي، ماهيش في الفكره نتاع هذه نتاع اولويه السياسيه على العسكري ولا الداخل على الخارج، المشكله ماهيش في الفكره. المشكلة في الوقت، في التوقيت، التوقيت نتاعها. هذه الفكرة فكرة صالحة لو كان نوقشت في الاستقلال. درك مثلا انت لما احنا نناقشوا الفكرة هذه درك احنا في 2021، من حقنا على جال باش نناقشوها لما تهدأ الأمور، وقال مثلا يكون فيه برلمان وتكون فيه مؤسسات، من حقنا. بصح في الوقت هذاك الفكره، مش الفكره الخاطئه، الوقت نتاعها اللي خاطئ. خطر عليه في الوقت هذاك الناس راهم هزوا الكلاش. جيت تقول لي انت يا اولويه السياسيه على العسكري، هما كانت عندهم نيه على جلبش كما قلت انا من قبيل، على جلبش هما يفاوضوا فرنسا، اعطاو هذيك الوسمو الصبغه هذيك للسياسي على العسكري. والناس اللي هما كانوا هما درك مثلا في الجيش، سواء في الداخل ولا في الجيش نتاع الحدود هذيك، كانوا هما يخوضوا في المعارك، وهذو الناس اللي السياسيين كانوا هما يقودوا في مفاوضات. الاشكال ماهوش تما، لكن فيما بعد نهار اللي صرات الخلطه هذيك اللي في اسمه في المؤتمر نتاع طرابلس، وصار فيه تسابق على السلطه، وهذه راها كاينه وثائق درك اللي راها تثبتها. فرنسا انت لما انت راه عمركم ما كانوا يتفاوضوا مع كريم بالقاسم، ما تفاوضوش مع السلطه ولا تفاوضوا معها غير على الصحراء، وعلى تفاوضوش مع السلطه، راه ما تناقشوا. بدليل هو انه هذيك تاع شبه الحكم المؤقته اللي داروها في تاع هذيك تاع روشي نوار هذيك، والجماعه اللي تفاهموا معاهم وكذا، ما داروهاش غير هكذاك. بالتالي المهم هذه الامور التاريخيه هذه احنا لو كان نغوصوا فيها نغرقوا. احنا دوك نحوسوا في هذا الاطار هذا نتاع الحراك، هو اننا نخليو اولا هذه الامور التاريخيه نخليوها للمختصين اللي هما يناقشوها
يناقشوها بعيدا عن التعصب وبعيدا عن المنطق نتاع الجهوية ونتاع تصفية الحسابات، ويناقشوها في وقتها من خلال الشهادات ومن خلال الأشياء اللي راها موجودة، يقدروا هم يمحصوا قال مثلا الأخطاء اللي وقعت والأشياء اللي كما نقولوا ما حقوهاش وكذا. وحنا رانا دوك الآن، حنا هانا من جيل الاستقلال، هانا ديجا حنا صرنا شيوخ وما كان والو، وما زلنا نشطروا في صراعات حنا ما كناش شاركين فيها أصلا. يا الأخ ما خليش وإذا كان بقينا راح نزيدوا نورثوا هذه الصراعات، خاطر راها دوك راها زجت صراعات واحدة أخرى نزيدوا فيما بعد. قال مثلا أسمع،